حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. مفوضية الانتخابات توصد الأبواب أمام خيار تسجيل التحالفات السياسية لخوض غمار المحلية. حظر تطبيق التليجرام في العراق، مخاطر الأمن أم جانب سياسية واحتمالات الطعن واردة. إذن مشاهدينا، مع إيصاد مفوضية الانتخابات الباب أمام خيار تسجيل التحالفات السياسية بخوض غمار المنافسة في الانتخابات المحلية بقائمة طويلة تجاوزت 300 كتلة سياسية بين قديمة وجديدة، قدمت أوراق اعتمادها كمعادلة باستطاعتها سحب البساط الانتخابي نحوها. ومع إيصاد الأبواب لهذا الخيار، فأن مشهد التحالفات باختصار في البيت الشيعي قائم على الدخول بقوائم متعددة والالتئام بعد الاقتراع. أما البيت السني فخلافاته الحاضرة أبرز عناوين وسيدخل متجزئ، والكردي لم تسعفه مدة الالتئام ومساعي ترطيب الأجواء للدخول بقائمة واحدة في المناطق المتنازع عليها. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فأن حظر تطبيق التليجرام في العراق بحسب البيانات الرسمية جاء وفقا لمحددات تتعلق بالمخاطر الأمنية وسلامة بيانات المؤسسات والأفراد على حد سواء، وعدم استجابة التطبيق لنداءات سابقة بضرورة إغلاق المنصات التي تسرب البيانات. قرار الحجب لم يقف عند المدايات الأمنية، بل ساحة النقاش السياسية كانت مليئة بالكثير من القراءات التي تقفز في المقدمة، منها حرب التطبيقات التي تشنها الإدارة الأمريكية وتقزيم مساحة الحرية والاتصال. وبين سبب ورأي متباعدين تماما، نحاول في ملفنا الثاني أن نستجمع آراء التقنيات الرقمية والقراءات السياسية. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام. المتحدث باسم حركة الجهاد والبناء الدكتور محسن العقيلي، أهلا بكم دكتور محسن، وكذلك الترحيب بعضو مركز الهدف للتحليل السياسي السيد حسين الكناني، أهلا بكم أستاذ حسين، وأيضا الترحيب بالسياسي المستقل السيد مهند الراوي، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من الأنبار، أهلا بكم سيد مهند. وأبدأ معكم دكتور محسن، مع إغلاق مفوضية الانتخابات خيار تسجيل التحالفات السياسية الراغبة بخوض الانتخابات المحلية، هل يعد هذا الإجراء ونهاية التسجيل، هل يعد آخر أوتاد العملية الانتخابية وتأكيد على موعدها المحدد من قبل الحكومة؟ أستاذ بشار، للأخوة الضيوف وللسادة مشاهدي قناتكم الكرام، كما هو معلوم يعني المفوضية حددت يعني أوقات مختلفة بالنسبة للتحالفات، كان لديها وقت معين، وبالنسبة لتسجيل أسماء المرشحين وأيضا ل يعني تحديث بطاقة الناخب، لكل يعني عملية وقت محدد. بالنسبة للتحالفات يعني مددت المفوضية هذه العملية مرتين، مرة لمدة أسبوع ومرة لمدة 24 ساعة، اليوم انتهت يعني الساعة مع نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم، وبذلك يعني الآن التحالفات المسجلة لدى المفوضية هي التحالفات الرسمية التي تستطيع خوض الانتخابات. هاجس تأجيل الانتخابات، طبعا هذا الهاجس موجود سواء لدى القوى السياسيه او حتى لدى الشارع العراقي،
لكن أنا أعتقد بأنه الآن القوى السياسية متفقة تماماً على المضي بإجراء العملية الانتخابية. الحكومة جادة بهذا الأمر وحددت موعد محدد، والمفوضية أبدت استعدادها على إجراء الانتخابات ضمن المدة المحددة لها، وبالتالي لحد هذه اللحظة يعني لا توجد أسباب حقيقية أو جدية تذهب إلى تأجيل الانتخابات أو عدم إجرائها. أما ما يحدث خلال هذه الفترة، يعني لدينا ما زالت إلى شهر 12، يعني لدينا إذا ما استجدت ظروف معينة هذا بحث آخر، لكن في الوقت الراهن على أرض الواقع حقيقة الانتخابات ماضية في الوقت المحدد والإجراءات مستمرة، والمفوضية الآن تقوم بإجراءاتها الانتخابية، سواء في تسجيل التحالفات، في تسجيل المرشحين، في تحديث سجل الناخبين، إجراءات مستمرة، ووضعت أوقات محددة لكل إجراء من هذه الإجراءات. طيب أستاذ حسين، أهلا بك مرة أخرى، وأود أن تحدثنا عن قراءتكم للانشطار الكبار في هذا الاستحقاق المحلي للانتخابات المحلية. هل هو كان تكتيك انتخابي سياسي لو كان فعلا خلافات أدت إلى دخول مثلا الإطار الشيعي بيمكن ثلاث قوائم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك. الانقسام ليس بجديد، وهو ليس فرع هذه الانتخابات، وإنما منذ دورات عديدة سابقة كان على أثرها انقسام داخل كل المكونات وليس المكون الشيعي فقط، وبالتالي أصبح يعني هاجس لدى كل كتلة ولكل حزب وحركة أن تعرف الحجم الحقيقي وما تمثله في الشارع، باعتبار أنه هو يعتبر مقياس لمعرفة أوزان هذه الكتل، وأيضا فيه فائدة في حال يعني بعد الانتخابات، لأنه سوف يعطي كل كتلة استحقاقها وفق ما حصلت عليه من مقاعد سواء محلية أو برلمانية، وأيضا يعني يقل الخلاف، خصوصا أنه مسألة التحالفات وأيضا بسبب التجربة السابقة كانت هنالك خلافات عديدة تتعلق بزعامة هذا التحالف أو ذاك، وأيضا تتعلق في النسب يعني داخل والأوزان داخل لكل كتلة داخل هذه التحالفات أو داخل قبة البرلمان أو داخل المحافظات. هذه المسألة أصبحت يعني مطلب أساسي بالنسبة للأحزاب والكتل، سواء الشيعية طبعا واضح دخلت بثلاثة يعني تحالفات، دولة القانون، وكذلك بعض القوى يعني الفصائل المقاومة أيضا دخلت بقائمة الصفوة، وأيضا بدر ومن معها. في نهاية المطاف ثلاث قوائم رئيسية قد تكون مختلفة في المحافظات الوسط والجنوب، لكن احتمالية أن تجتمع في محافظات الشمال ويعني احتمال وارد، باعتبار أنه هنالك نسب أو ما يمثل المكون الشيعي قد تكون قليلة، وبالتالي من المصلحة ارتأت هذه الكتل أن تكون مجتمعة في محافظات معينة. بالنسبة للمكون السني أيضا الحال لا يختلف كثيرا، والانقسام أيضا واضح بين زعامات والتنافس حول الزعامة هذا المكون، وبالتالي أيضا وجود بعض القوى السياسية الناشئة في نهاية المطاف سوف لكن أيضا لكن إذا تسمح لي قاطعك، يمكن يبدو أن هناك اختلاف ما بين طبيعة التحالفات المكون الشيعي عن المكون السني عن المكون الكردي. دعنا ننتقل إلى المكون السني، وعبر سكايب السيد مهند الراوي السياسي المستقل من الأنبار، أهلا بك سيد مهند مرة أخرى. وكما يبدو أن المنافسة شديدة داخل جميع البيوتات السياسية، لكن داخل المكون السني سيد مهند كيف استقر المشهد مع إغلاق تسجيل التحالفات السياسية في المفوضية؟ الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة أيام الفضائية. سيدي الكريم، ما يشخص على الساحة السياسية السنية تختلف بشكل كبير عن الساحة السياسية الشيعية. الساحة السياسية الشيعية هي الإطار جزأ نفسه، أنت تعرف قانون سانتليكو يسمح للكتل المتوسطة تأخذ مساحة أكثر، تكسب أكثر داخل. بالعودة إلى التحالفات السنية، التحالفات السنية واضحة الآن، يعني
شكل التحالفات السنية كانت واضحة أكثر من التحالف وأسرع من التحالفات الشيعية مثل الإطار. اليوم التحالفات السنية انقسمت إلى 4 أقسام رئيسية. طبعا مع احترام هناك بعض التحالفات الصغيرة هنا وهناك، لكن هي الرئيسية هي 4 تحالفات اللي هي تحالف تقدم برئاسة السيد الحلبوسي، وتحالف السيادة برئاسة السيد خميس الخنجر، وتحالف الحسم الوطني الذي يشمل كثير من الشخصيات التي لها باع طويل في السياسة في الساحة السياسية منذ أن تشكل العملية السياسية. نعم هناك صراع قوي داخل الساحة السياسية. ما يشخص على الساحة السياسية الآن بدأت تكون أكثر وضوح وأكثر نضج من باقي الساحات، أكثر من الساحة الكردية والساحة الشيعية. الساحة الشيعية محسوم أمرها. نعم هو تجزأ الإطار لكن هي بالنهاية ستلتئم، لكن الساحة السياسية إذا تسمح لي سيد مهند، البيت الشيعي بقوائم 3 سوف يعني يلتئم بعد الانتخابات، البيت السني بقوائم المتنافسة، من المرجح نظرا للخلافات الموجودة والمتجذرة أنها لن تندمج ما بعد الانتخابات وأعلن النتائج، هذا يرجح أن تكون هناك منافسة شديدة؟ نعم ستكون هناك منافسة شديدة داخل المحافظات السنية، وخصوصا تحديدا في محافظة الأنبار، حتى أتكلم لك بشكل مفصل عن محافظة الأنبار. نعم. التحالف الحسم الوطني يضم من جميع القيادات السنية وجميع وعدة أحزاب، يعني مثلا عندك الحزب الإسلامي، حركة العدل والإحسان، حزب الحال برئاسة الدكتور جمال، حزب المستقبل برئاسة الدكتور رفع عيساوي، حزب متحدون برئاسة الدكتور ثمان جيفي، حزب حسن برئاسة السيد ثابت العباسي، حزب برئاسة لا أعرف يعني حقيقة برئاسة الشيخ أياد الجبوري في بغداد. هناك أحزاب في ديالى وكركوك ومينوى، كل هذه اجتمعت في تحالف الحسن. نرجع إلى محافظة الأنبار. محافظة الأنبار كل تحالف الحسن انبثق من داخل تحالف الحسن 3 قوائم، تحالفات تحالف عزم الذي يرأسه السيد الأستاذ مثنى السامرائي، وتحالف الأنبار الموحد، وتحالف الحسم الوطني، كل هذه قريبة من بعضها مع فوارق بين التحالفات. التحالف مثلا تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر لا يوجد معه بعض الأحزاب المتحالفة معه، حزب السيادة نزل بتحالف السيادة، حزب السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، حزب تقدم وتحالف تقدم لا يوجد معه، بعض الشخصيات تتحالف هنا وهناك، لكن على مستوى الواقع هناك الأقرب إلى تحالف الحسم وتحالف عزم هو أعتقد حزب السيادة برئاسة الشيخ الخليفة. طيب أود لك دكتور محسن، بالبيت الشيعي كيف تبدو خارطة التحالفات السياسية، وشنو الغاية كان من هذا الانتظار وهذا التمديد بفترة تسجيل التحالفات السياسية والقوائم، وكيف قرأتم أيضا الزخم اللي صار بعد التمديد حتى آخر يوم وتسجيل الكتل والقوائم السياسية في المفوضية؟ نعم يعني حقيقة أنت أستاذ بشار مثل ما تعرف ويعرف الأخوة بأنه طبيعة التحالفات الانتخابية السياسية تحكمها الظروف السياسية والرؤى الفنية أيضا. نعم. وبالتالي كانت هناك يعني في البداية رؤية على أنه يدخل الإطار التنسيقي ب يعني قائمة واحدة في هذه الانتخابات، لكن بعد دراسة الموضوع من الناحية الفنية تبين صعوبة دخول الإطار التنسيقي بقائمة واحدة لعدة أسباب، منها أسباب فنية ذكرها الأستاذ الآن، أنه هذا القانون يتناسب مع القوائم المتوسطة، يعني لا يخدم المستقلين بشكل ولا يخدم أيضا القوائم الكبيرة بشكل
آخر، وبالتالي يتناسب مع القوائم المتوسطة. لو دخل الإطار بقائمة التنسيقي بقائمة واحدة لفقد في كل محافظة مقعد أو مقعدين. لذلك الرؤية الفنية بأنه الإطار يدخل في أكثر من قائمة، هذا أولا. لا. أنا ضد كلمة أنه الإطار تجزأ أو تصدع، على اعتبار أنه الإطار التنسيقي بالأساس وما كان كتلة انتخابية يعني، وإنما إطار تحالف سياسي جاء بعد انتخابات. لكن ما راح تكون هناك منافسة ما بين هذه القوائم في المناطق؟ بالتأكيد المنافسة مشروعة، ولذلك أيضا يعني أصحح معلومة، الإطار التنسيقي اليوم في 4 قوائم وليس في 3 قوائم. يعني القائمة الأولى أو التحالف الأول اللي هو تحالف نبني يضم تحالف الصف الوطني اللي أشار إلى أستاذ حسين، وتحالف بناء اللي يضم بدر وحركة الجهاد والبناء واقتدار وطن والعقد الوطني، ومعهم أيضا تحالف خدمات، والقائمة الأخرى اللي تضم دولة القانون والنهج الوطني، والقائمة الثالثة يعني اللي تضم قوى الدولة تيار الحكمة والنصر وإنجاز والمؤتمر الوطني، والقائمة الرابعة اللي تضم هي قائمة نصحح اللي الأخوة في المجلس الأعلى مع بعض الأحزاب أيضا كونوا قائمة رابعة. إذن إطار التنسيق حقيقة 4 تحالفات، 4 قوائم وليس 3 قوائم، لكن هناك اتفاق يعني ما بين الإطار التنسيقي على أنه ينزل الانتخابات يعني بأكثر من قائمة، على أن يلتئم بعد الانتخابات في تشكيل المجالس المحلية فيما يتعلق بالمحافظ ومجلس المحافظة. ولذلك أقول بأنه كلمة تجزأ هو بالأساس الإطار التنسيقي ما كان كتلة انتخابية خاضت الانتخابات السابقة سويته الآن تجزأ، بالأساس هو أيضا كان عدة كتل خاضت الانتخابات البرلمانية وتحت ظروف معينة التأم الإطار التنسيقي وشكل ما يسمى بالإطار التنسيقي، واليوم التجربة تعاد أيضا على أنه يلتئم بعد الانتخابات. طيب بعد لك سيد حسين، بالنسبة للحزبين الكرديين الرئيسيين كما يبدو سيدخلون في قوائم منفردة في المناطق المتنازع عليها، والالتئام ما بعد الاقتراع احتمالات شبه معدومة، لكن هل هناك فرصة أيضا للقوى العربية لإعادة ترتيب وضعها داخل هذه المناطق خاصة كركوك؟ نعم، أعتقد أنه تستطيع هذه كما ذكر ضيفك القوائم الصغيرة والمتوسطة ممكن أن تستفيد من القانون، وبالتالي فرصة أمام هذه الكتل والأحزاب الناشئة العربية في مناطق مثل كركوك، مع انقسام واضح بين الحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي، وبالتالي إمكانية أن تستطيع أن تحصل على بعض مقاعد تستفيد منها في هذه المناطق وفي هذه المحافظات. أيضا هنالك مكونات يعني أخرى ممكن أيضا أن تدخل وتشكل رقما، بالإضافة للأحزاب الكردية الناشئة التي أيضا لديها حظوظ جيدة إلى حد ما مع يعني تجربة سابقة مع الأحزاب الأساسية الديمقراطي والوطن الكردستاني وحجم الخلاف الكبير، وأيضا عدم إمكانية الائتلاف بعد الانتخابات أيضا احتمالية واردة، لكن لا أعتقد أنه سوف تكون هنالك متغيرات جذرية في هذه المناطق، سوف تبقى الخارطة كما هي مع اختلاف بسيط بالأوزان وعدد المقاعد في نهاية المطاف. لا أعتقد أن هذه الانتخابات سوف تكون فارقا كبيرا على ما هو عليه الآن. نعم. طيب سيد مهند، بالنسبة للقوى السنية في المناطق المتنازع عليها خصوصا محافظة كركوك، ما مدى إمكانية أن تلتئم، وخصوصا الاتحاد في هذه المناطق مهم جدا خصوصا في كركوك، هذه المناطق التي تواجه عدة مخاطر؟ نعم سيدي الكريم، بالعودة إلى المناطق المتنازع عليها، وطبعا القوى السياسية للأمانة في هذه الانتخابات نوعا ما نضج فكري وسياسي بدأ تتعامل بشكل حقيقي، تدري هي عملية سياسية تنافس سياسي بين القوى السياسية، هذه هي أصل العملية الديمقراطية. هناك خصوصية إلى محافظة كركوك وأيضا إلى محافظة ديالى، حتى لا تتشتت الأصوات ستكون حسب ما أعرف أن هناك بعض
المتنافسة في محافظة الأنبار. على سبيل المثال هناك شبه اتفاق بين قوى تتشتت الأصوات، سيكون هناك ترتيب لوضع ديالة بالتساوي بقائمة لديالة خاصة حتى لا تصطدم الأصوات وتتشتت الأصوات. نعم، أما في محافظة الأنبار لا، أو في نينوى الصراع على أشده، يعني هذا هو صراع، هو صراع سياسي، لا يعني ما في أي شيء صراع بين القوى السياسية السنية. إذا نريد نقسم على شكل القوى السياسية كيف ستكون الخارطة في المحافظات النينوى والأنبار، إذا يسمح الوقت حتى أتكلم لك كيف ستكون هناك المؤشرات الأولية من مصادرنا الخاصة التي والإجراءات الاستفتاء لبعض المناطق. أجرينا بعض المناطق في محافظة الأنبار استفتاءات، يعني اليوم تعرف أنت اليوم من يمثل المشهد السياسي هو حزب تقدم سلطة في البرلمان وحتى محافظة الأنبار، لكن كانتخابات لمجالس المحافظات بعد الاستفتاء وبعد التغييرات التي حصلت في محافظة الأنبار وبعض المشاكل التي رافقت المشاكل، حزب تقدم فقد كثير من قاعدته الجماهيرية وشعبيته، يعني تغيير الدوائر أثر على حزب تقدم، سيؤثر بشكل كبير على حزب تقدم. هذه نقطة مهمة يمكن سيد مهند إذا تسمح لي، يعني تأسيس أحزاب جديدة وقوائم جديدة إلى أي درجة ممكن أن تهدد المتسيدين على المشهد السني؟ السيد الكريم، هو لا يعني في نتكلم عن الأحزاب السياسية الجديدة، الأحزاب الناشئة، كلها هاي الأحزاب، بعض الشخصيات العشائرية وبعض أصحاب الأحزاب القديمة، كلها انجمعت تحت يافطة تحالف الحسم الوطني، كل هذه تعمل تحت راية السيد تحت تحالف الحسم الوطني، وهذه عازمة على أنه تأخذ أكثر من نصف زائد واحد من انتخابات مجلس المحافظات. طيب، عد لك دكتور محسن، القوائم الشيعية، هل أدركتم كيفية التعامل مع هذا القانون وهذه الانتخابات وعدم تكرار الأخطاء اللي حصلت بطريقة التعامل بالانتخابات الأخيرة؟ يعني حقيقة هالعملية عملية الانتخابية اللي مسؤول عنها المفوضية بالدرجة الأساس، كان هناك يعني تعديل لقانون الانتخابات في مجلس النواب، وقانون الانتخابات حاول على قدر الإمكان أن يعالج بعض الثغرات القانونية التي كانت موجودة في القانون السابق، يعني من حيث العد والفرز، جمع ما بين الإلكتروني واليدوي على أن تتطابق النتائج أو يكون الفرق قليل جدا، ويعني طلب من المفوضية أنه تعلن النتائج بشكل مبدئي، النتائج الإلكترونية خلال 24 ساعة، وإذا تأخرت أي محطة أو مركز انتخابي لمدة 6 ساعات ينقل هذا المركز بأكمله إلى المركز الوطني الموجود في المحافظة حتى يتم العدوى الفرز اليدوي. يعني هناك إجراءات كثيرة يعني أجرتها السلطة التشريعية بتعديلات على القانون، لكن هذا من الناحية طبعا الناحية القانونية. من الناحية العملية، المسؤولية في الانتخابات بنزاهتها هي مسؤولية المفوضية أولا ومسؤولية الحكومة ثانيا، الحكومة أيضا تقع عليها هذه المسؤولية في أن تكون الانتخابات انتخابات حرة نزيهة شفافة، أن نبتعد عن استخدام أموال الدولة مؤسسات الدولة، كل هذه الأمور هذه من مسؤولية الحكومة ومسؤولية المفوضية. بالنسبة للقوى السياسية بالتأكيد يعني سيكون هناك تنافس، وهذا أمر طبيعي أنه تتنافس القوى السياسية سواء كانت شيعية سنية كردية في مناطق، هذا أمر طبيعي وهذا أمر صحي أنه تتنافس، ولكن يجب أن يكون التنافس تنافس شريف بعيد عن التسقيط، يعني تسقيط الآخر، وهذه هي لبة الديمقراطية. أعتقد القوائم الشيعية الأربعة
بينها تفاهم كبير، هناك يعني اجتماعات ما بين رؤساء القوائم، هناك حوارات مستمرة من أجل أن تخرج الانتخابات بانتخابات يعني تكون يعني بأقل ما نسميه عملية تزوير أو عملية بأقل أخطاء ممكنة، لأنه أنت أيضا أن تجد انتخابات صحيحة وبدون تلاعب 100% في كل دول العالم لا يوجد. قدر الإمكان أنه تكون هذه الانتخابات على الأقل مختلفة عن الانتخابات السابقة التي كانت عليها مؤشرات كثيرة خاصة فيما يتعلق بعمل المفوضية. إذن سؤال أخير لكم سيد حسين، كما يبدو أن المنافسة ستكون شديدة في جميع البيوتات السياسية، لكن هل يمكن التأكهن بمآلات هذه العملية الانتخابية ونتائجها؟ هل تتوقعون أنها ستشهد قدر مناسب من السلاسة؟ يعني أعتقد أنه سوف تكون هنالك سلاسة، لكن أنا أشكك بنسبة مشاركة، نأمل أن تكون نسبة مشاركة كبيرة، وبالتالي إذا كانت نسبة المشاركة كبيرة ويعني وأيقن المواطن أنه يعني من مصلحته المشاركة في الانتخابات وضرورة المشاركة، لأنه من أراد التغيير لابد أن يطرق باب صناديق الاقتراع ولا سبيل آخر، وبالتالي هذه دعوة لجميع الفرقاء بضرورة المشاركة حتى لا يتم التشكيك بنتائج الانتخابات والتشكيك بالشرعية باعتبار عزوف بعض القوى واحتمالية أو الإعلان، وإن كان حسب الظاهر احتمالية أن تكون هنالك قوائم يعني من تحت الطاولة، لكن حسب الظاهر غياب التيار الصدري ممكن أن يشكل حالة لعدم الاستقرار، وبالتالي يعكر أجواء ما بعد الانتخابات وحتى أثناء الانتخابات. في نهاية المطاف نأمل يستفيد الجميع خصوصا الكتل السياسية بضرورة أن تغير من تفكيرها وتغير من منهجية إدارتها للدولة وإدارة هذه الملفات. الكل يعرف أنه ملف يعني هذا الملف تم تعطيله لفترات طويلة، وعاد بسبب الدستور العراقي باعتباره حاكم وبضرورة إجراء هذه الانتخابات، لكن في نهاية المطاف أسيء استخدام هذه المجالس في الفترات السابقة وأصبحت إلى أزمة حقيقية تواجه كل المحافظات وعقدة وبؤرة يعني الفساد والمشاكل والتعطيل لكثير من المحافظات وهدر للمال العام. نأمل أن تستفيد الكتل السياسية وأن تغير من سياستها وأن يعني أن تستفيد من التجربة السابقة. طيب. بضرورة أن يكون هنالك تعامل، خصوصا وأن هذه المجالس يعني ترتبط ارتباط مباشر بالخدمات وحياة المواطنين في كل المحافظات بشكل مباشر. نعم. سؤال أخير أيضا لكم سيد مهند، وانطلاقا مما ذكره سيد حسين، أداء الحكومة بالفترة الأخيرة إلى أي درجة كان مشجع للشارع من أجل المشاركة بالانتخابات؟ سيد الكريم، يعني سؤال جيد. في الشارع الأنباري أداء السيد حكومة السيد السوداني كان الشارع الأنباري ارتاح له كثيرا في عملية مكافحة الفساد، في عملية استبدال بعض المدراء الذين يشوبهم عليهم بعض المشاكل اللي منها الفساد وبعضها في تصرفات شارع في محافظة الأنبار. هناك ارتياح كبير لما تقوم به حكومة السيد السوداني في إرجاع الدولة إلى شكلها الحقيقي حتى تكون المشاركة، ونحن نتوقع أنها ستكون مشاركة فاعلة أكثر من مشاركة انتخابات مجلس النواب في الـ 21. نتوقع أن تكون هناك انتخابات قد تصل إلى 40 إلى 50%، وهذا رقم يعني شيء جيد قياسا إلى انتخابات الـ 21 للبرلمان. الشكر جزيل لكم السياسي المستقل الأستاذ مهند الرابي، كنت ضيفا كريما عبر سكايب، والشكر جزيل لكم. شكرا. المتحدث باسم حركة الجهاد والبناء دكتور محسن العقيلي، شكرا لك. شكرا لك أيضا أستاذ حسين، وأرجو أن تبقى معنا. ننتقل وإياك و مشاهدينا الكرام إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نجدد الترحيب بعضو مركز الهدف للتحليل السياسي الأستاذ حسين الكناني، أهلا بكم مرة أخرى، وأيضا الترحيب بالخبير في مجال الاتصالات الأستاذ مصطفى الموسوي. وأبدأ معك أستاذ مصطفى، أنت كمختص في مجال الاتصالات، شنو سبب إغلاق أو حظر تطبيق التليجرام بالعراق؟ نعم، بداية تحية طيبة جلابكم الكريم وكل متابعين قناة الأيام. حقيقة كتصريح رسمي يعني بالتفاصيل الفنية لا يوجد، لكن التصريح الموجود من وزارة الاتصالات أنه تلقت توجيه من الجهات العليا بضرورة حجب تطبيق التليجرام، هذا المعلن عنه بوسائل التواصل الاجتماعي وصفحة الاتصالات. أما خلينا نقول متعارف عليه واللي معلوم عندنا إحنا أنه بسبب تسريبات البيانات الكثيرة للموظفين والمنتسبين والقادة الأمنيين ولجهات أمنية حساسة والشعب العراقي بشكل عام، تم تسريب قاعدة بيانات كبيرة جدا في التليجرام، فمن باب احتواء المشكلة حلينا المشكلة من جذرها وغلقنا التليجرام. وأنا أعتقد أنه هذا يعني من جانب، احنا نقول هذا جانب امني، نعم يجب انه اي شيء يهدد السلم الامني القومي العراقي يجب ان نكافحه و يعني نلغيه، ومن جانب اخر هذا مو علاج، هذا مو حل. ليش؟ لانه احنا التليجرام هو مو مخترق، التليجرام هو عباره عن وسيله مثل الميز، اجي انا اخلي عليه كتاب، هذا الميز وجبت خليت عليه كتاب مال داعش، هل الميز هو الارهابي؟ لو الكتاب الارهابي البيانات مالتنا تم اختراقها وتم سرقتها وتم بأي طريقة، أخذنا البيانات خليناها على التليجرام، مو التليجرام هو الخاطئ. يعني كان أكو إمكانية لمسرب هذه البيانات أو نشرها أن يسربها بتطبيق آخر؟ أحسنت 100%. يعني اليوم التليجرام ليش اختاريناه وليش صار تسليط الضوء عليه؟ باختصار شديد التليجرام ببوت، البوت هو فد تطبيق أو برنامج ذكي داخل التليجرام يقول لك أني أقدر أسوي لك عمليات حسابية سريعة بأجزاء من الثانية، أو أطلع لك اسم من أصل مليون اسم بأجزاء من الثانية. فلهذا الفيسبوك ما بي، الإنستغرام ما بي، بس هذا وسيلة تواصل وهذا وسيلة تواصل. التليجرام هو تطبيق روسي ما عندهم يعني مشكلة ويانا، ولا هي نظام نظرية إسرائيلية لتريد تهدم العملية السياسية بالعراق. التليجرام هو فد وسيلة تواصل يستخدموه 10 مليون عراقي، حول العالم أكثر من 500 مليون يوزر يستخدم التليجرام، من نكون إحنا اللي يستهدفونه؟ فالتليجرام هو مو فد نظرية ضد العراق، لا، إحنا اللي نشرنا عليه بياناتنا، وهاي بيانات جتي من تسريب موظف أو من اختراق أمني. لهذا إحنا دائما كنا نقول ولازلنا نقول، وللأسف يعني ماكو استجابة من الجهات المعنية، نقول في حالة لو انتقلنا إلى الحوكمة أو الحكومة الإلكترونية يجب أن توفر هناك حماية أمنية للبيانات. بياناتك بمجرد دخولها إلى هذا التليفون أو إلى الحاسبة ارتبطت بالفضاء الإلكتروني بالإنترنت، بمجرد ارتبطت بالفضاء الإلكتروني الإنترنت لا الأمن الوطني ولا المخابرات ولا الجيش العراقي قادر على حماية هاي المعلومة، شخص واحد يقدر على حمايتها هو الأمن السيبراني. لهذا احنا مثل ما عندنا جيش وحرس يعني امن وطني ومخابرات وعندنا حشد شعبي والى اخره من القوات، يجب ان يكون هنالك عندنا جيش سيبراني لصدر الهجمات السيبرانيه. شفنا احنا اول ما دخلنا بالتكنولوجيا، اول ما اتمتنا تطبيقاتنا اخترقونا، صارت فضيحتنا بالدول. يعني ممكن ان يكون هناك جهاز امني ينظم او يشرف على هذه المنصات الالكترونيه كتليجرام وغيرها، واعتقد هناك جهات امنيه تعمل على تاسيس هكذا جهات او جهاز في العراق حاليا. انا من اوائل الناس اللي دعيت وناديت الى تاسيس من قبل 3 سنوات وكاله العراق للامن السيبراني، وهاي وكاله مرتبطه برئيس الوزراء ولكن لم يتم الاستجابه. اما في حاله التطبيقات فاحنا ما عندنا سلطه على التطبيقات. كذلك دعينا الى جلب ممثلين تطبيقات الى العراق، جلب ممثل تليجرام، ممثل شركه تليجرام يجي للعراق. فاحنا من عندنا بوت ببيانات امنيه نجي نستدعي هذا الشخص، اغلقوا لنا هاي الصفحه، مو هيئه الاعلام دز ايميل والله لو جاوبونا لو ما جاوبونا. تليجرام منصه عالميه مو بالضروره تجاوب هيئه الاعلام والاتصالات. لهذا احنا من ما تجاوبوا ويانا اغلقنا التطبيق، وللاسف ما اعطينا يعني انفورميشن معلومات للشعب العراقي قبل ايام انه اللي عنده معلومات. هذه نقطه ايضا اريد احكي وياك على تفاصيلها، لكن دعني انتقل الى استاذ حسين.
هل فعلا اكو جنبه سياسيه بقضيه حظر تطبيق تيليجرام كما اشار بعض المختصين استاذ حسين؟ واضح من خلال الاجراء التي اتخذته الحكومه ومن خلال الاوامر العليا التي صدرت لوزاره الاتصالات على ان هنالك اوامر وتوجيهات وجهت للحكومه بضروره اغلاق هذا التطبيق. الكل يعرف هذا التطبيق هو تطبيق غير امريكي وخارج عن سيطره الاداره الامريكيه، ومن باب انه الاداره الامريكيه تسعى ان تستحكم السيطره على العالم الافتراضي ومواقع التواصل، غير مقبول بالنسبه للاداره الامريكيه ان يكون هنالك منفذا وتطبيق خارج سيطرتها وهو التليجرام. الكل يعرف ان الحكومه الاداره الامريكيه اجبرت الحكومه العراقيه على ضروره الدخول الى المنصه الالكترونيه والتحويلات الماليه من خلاله، وبهذا التحويل وبهذا التطبيق احكمت السيطره على الاقتصاد العراقي، والان هي باغلاق هذا التطبيق هي هو احكام على والسيطره على العالم الافتراضي وجهات التواصل العراقيين مع فيما بينهم وكذلك المحيط الخارجي. في نهاية المطاف أعتقد أنه هنالك جنبة سياسية، ومن الناحية الفنية لا أريد أن أزيد على ما تفضل به ضيفك الكريم. الكل يعرف أنه المشكلة ليس في التطبيق بقدر ما أنه هنالك خللا ويعني خرقا أمنيا حصل لهذه المؤسسات، وليس من المنطقي أن يتم غلق هذه المنصات كلما تعرضنا إلى حالة من الاختراق. هذا يذكرني أيضا عندما كانت الحكومة السابقة عندما حكومات السابقة كانت والأجهزة الأمنية عندما يحصل تفجير بطريق ما أو في شارع ما يتم غلق الشارع بالصبات الكونكريتية وبشكل نهائي، وكأنما المشكلة هي مشكلة الشارع وليس مشكلة يعني العصابات الإجرامية والخروقات الأمنية. وبهذا الإجراء كأنما الحكومة تلقي بالمسؤولية على الطريق وعلى السوق وعلى التجمعات وتخلي سبيل المرتكبين. في هذا يتكرر بهذه الطريقة وبهذه الصورة. لكن إلى أي درجة يمس هكذا إجراء حرية التعبير؟ يعني إقرار قانون المعلوماتية مثلا، هل سينظم هذه العملية؟ قطعا هو يشكل يعني خرقا لحقوق الإنسان وحرية التعبير. أيضا هو يأتي ضمن سياق تكميم الأفواه، وهذا طبعا يتعارض بشكل واضح مع القانون القوانين العراقية المعمول بها. أيضا أعتقد أنه الإدارة الأمريكية هي من فرضت على الحكومة من أجل كما ذكرت من أجل إحكام السيطرة على هذا الواقع. في نهاية المطاف لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال، خصوصا وأن هذا التطبيق فيه الكثير من المواقع المعارضة لسياسة الإدارة الأمريكية، وهذه الجهات والشخصيات تعتقد أنه هذا التطبيق نوعا ما هو آمن إلى حد كبير وبعيد عن رؤية أو السيطرة أو الاختراق الأمريكي. في نهاية المطاف هذا يأتي ضمن هذا السياق، ولا أجد له أي تفسير. تعتقد أن هذا السبب يمكن الرئيسي لإغلاق هذه المنصة ومحاربتها؟ نعم، هذا السبب الرئيسي بإغلاق هذه المنصة؟ يعني أعتقد هذا هو الجزء العلة الأهم يعني وقد يكون وراء هذا الإجراء، ولا أجد أي تبرير آخر. إما السيطرة التامة على العالم الافتراضي، هذه جهة أيضا غرض مهم بالنسبة للإدارة الأمريكية، وغرضا آخر هو إسكات المعارضين للسياسة الأمريكية ليس في العراق فقط وإنما في المنطقة. الكل يعرف أن هنالك دول ممانعة تستخدم هذا التطبيق. طيب، بعيدا عن الاتصالات هنا أكدت أن قرارها جاء امتثال لقرارات جهات عليا، وبسبب طبيعة المخاطر الأمنية اللي شكل هذا التطبيق كانت هذه الإجراءات. من زاوية أخرى قرأ الموضوع أيضا سياسيا أنه حرب تطبيقات كما ذكرت، لكن على شنو يعني يمكن الاستناد بهذا الخيار الثاني أنه حرب تطبيقات والقضية سياسية؟ هنا قرار من جهات عليا كما أكدت وزارة الاتصالات. سؤالي لي؟ نعم لكم أستاذ حسين. الذراع اللي ساقتها وزارة الاتصالات هي ذراع ضعيفة ومحجوجة، وبالتالي كما ذكرت أيضا أن هنالك حرب منافسة وسيطرة على هذه المواقع، وبالتالي لا أعتقد أنه يعني الإدارة الأمريكية تغفل ولا تعي أهمية هذه المواقع
ومن هنا يعتبر فد غرضا مهما بالنسبة من أجل الإدارة من أجل السيطرة على هذه المواقع والاستحواذ عليها، وهي بالفعل تسعى وبشكل حثيث على السيطرة على كل المواقع أن تكون تحت إدارتها وسيطرتها. أكثر من ذلك الكثير من القضايا هي لا تسمح، يعني اليوم حتى على المستوى الشخصي في مواقع التواصل الأخرى مثلا الفيسبوك، بمجرد ما أن تذكر كلمة واحدة يحجب هذا المنشور، ويعتبر أنه هذا يتعارض مع سياسة الإدارة الأمريكية وغير مسموح فيه بمجتمعاتهم. وأنت عندما تتكلم عن المقاومة الإسلامية مثلا، أو تذكر الشهداء شهداء القادة، أو تذكر الكيان الصهيوني، هذا يعتبر جريمة يؤدي إلى فرض عقوبات على الصفحات الشخصية على المستوى الشخصي، وهنالك الكثير من الحواجب والفلاتر التي ممكن أن تحجب أبسط التغريدات وأبسط المقالات التي يراها صاحبها أنها طيب. يعني لا تتعارض مع أي جهة أخرى. نعم. نرجع إلى حديثك أستاذ مصطفى والإجراءات، غياب الإجراءات الاستباقية عن هذا القرار من قبل وزارة الاتصالات، لماذا كان قرار الوزارة دون سابق انذار؟ هناك من لديه كم كبير من البيانات مخزنة في هذا التطبيق كمؤسسات وأفراد أيضا. مبدئيا الوزارة بموضوع أو موضوع حجب أو حظر التليجرام ما إلها أي دخل غير طفرة الجوزة بالعراقي. لا. المسؤول عن التطبيقات في العراق هي هيئة الإعلام والاتصالات، المسؤول عن تفاوض وتنظيم عملها وترتيب أمورها هي هيئة الإعلام والاتصالات، المسؤول عن إلغاء التطبيق كحجب أو كحظر هي وزارة الاتصالات. ليش؟ لأن الإنترنت كآي إس بي يجي من خلال وزارة الاتصالات، هاي جنبة فنية. أما الوزارة والاتصالات هي تلقت اتصال من حسب ما أحد الأشخاص في الوزارة بلغني من مكتب رئيس الوزراء بضرورة حجب هذا التطبيق. يعني حقيقة كل الاحترام والتقدير لضيفك الكريم، لكن يعني مبدئيا أنا ما أيد نهائيا اللي تفضله، ولو هي وجهات نظر، وإحنا قلنا إحنا ماكو معلومة وماكو تحليل، وهو تحليل محترم، لكن أنا كتحليل أنه منصة الوي شات منصة صينية مو أمريكية وموجودة، منصة التيك توك منصة صينية مو أمريكية وموجودة، بل وموجودة أقوى شيء بأمريكا، 300 مليون مستخدم في أمريكا للتيك توك، وبالعراق منصة التيك توك يعني بشكل كبير جدا يستخدم فيديو ومستخدم كل شيء بالتيك توك، يعني تعرفون. لكن مثل التليجرام اللي كما سمعت أنه تستعمل فصائل المقاومة ومؤسسات ضخمة إضافة إلى أفراد ويستعمل بالبزنس وغيره، كل المنصات أو كل الصفحات والوكالات وتطبيقات موجودة في التليجرام، نعم منها فصائل المقاومة ومنها فصائل إرهابية موجودة لدواعش وغيرهم، وكل الأشخاص موجودين على التليجرام، لكن مو هذا معناها أنه الأمريكان يعني حذفنا إحنا التليجرام. أنا عندي جروب اليوم بالتليجرام، حذفت التليجرام حولت على واتساب، شنو المشكلة؟ لا أصلا يعني أكو بوابات نفاذ، يمكن أكو برامج يمكن أن تفتح هذا التطبيق، هنفرض أنه شنو فائدة الحظر وهناك خيار إعادة هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد جدا، في بيان وغيرها، هذا سؤال جيد جدا، لكن خلنا نفرض جدلا أنه ما نقدر نفتح التليجرام. أنا اليوم عندي جروب بعشرات بالتليجرام، والتليجرام ما مسيطر من قبل الحكومة الأمريكية، فهي تريد تلغي عليه. طيب وأنا حولت على التطبيق والجروب مالتي بقى، فهي يعني احنا من نجي نريد نحلل في الشيء لازم ننطي جنبه منطقية ولو 1%، إذا من نطينا جنبه منطقية راح نركن إلى نظرية المؤامرة، وأنا ضد هذا الشيء. الأمريكان مبدئيا أي معلومة في تطبيق في موبايلك اللي هذا أكم شو يعني آيفون، هو أمريكي، هذا الآيفون مربوط بجيميل أمريكي وبجيميل روسي، هذا الموبايل يحوي على جميع معلومات بالآي كلاود، الآي كلاود هو أمريكي، فهم دا يريدون يخترقوني، مخترقين هم اوريدي. يعني انا مبدئيا كشخص يروني يعني من غير حجاب لو يريدون يسقطون. لهذا انا في يوم من الايام قلت الامريكان اذا يريدون يسقطون شخص او يستهدفون شخص خلال 5 دقائق كائن من يكون، ولهذا البقاء للاذكى، وهم الاذكى حاليا. احنا طيب. نعم طيب نعم استاذ، خلي اذا تسمح لي اقاطعك استاذ مصطفى. استاذ حسين، سؤال اخير لكم، اكو احتماليه ان تصل هكذا اجراءات لتطبيقات اخرى ايضا مهمه؟
نعم، إذا سمحت الحكومة بتكرار يعني تمرير هذا الحظر، لا يوجد يعني لا يوجد مانع بأن يتم تكرار على بقية المواقع. وكما ذكر ضيفك والكل يعرف أنه المشكلة ليس بهذه التطبيقات بقدر ما أن المشكلة بالمستخدم، بالاستخدامات السيئة التي، وهذه المسألة تجرى على الجميع، يعني حتى على الكثير من القضايا ذات الاستخدام المشترك. لا تستطيع الحكومة أن تعتبر هذه ذريعة لفرض وحجب هذه المواقع. في نهاية المطاف نحن معارضون تماما لهذا الإجراء الحكومي، ويجب على وزارة الاتصالات أن تعيد النظر بهذا القرار، وقرار أصلا يعني غير مجدي وسخيف إلى حد كبير وغير مبرر نهائيا. أنا كما ذكرت طيب، قد يكون السبب الرئيسي هو سببا سياسيا ولا علاقة له بالأمور الفنية مطلقا. واضح. عضو مركز الهدف للتحليل السياسي الأستاذ حسين الكناني، شكرا لك وشكر جزيل لكم. الخبير في مجال الاتصالات الأستاذ مصطفى الموسوي، شكرا لك والشكر موصول لكم. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.